هاي الخدمات المجانية اللي جاي تقدم للكيان الصهيوني عن طريق الإعلام، للأسف أقول من اللي قاعد شخصيات من اللي قاعد يقدمها خدمات شخصيات مجانية. وفضائيات تسمى عربية لكنها وهي تنطق بالعربية لكنها متصهينة أكثر من الصهاينة، شخصيات كانت جزء من النظام السياسي بالعراق، شخصيات كانت نواب وكانوا إعلاميين وكان لهم حضور بالكيانات السياسية، اليوم يفترون على الناس بمواقع التواصل يدخلوهم للخاص، أي واحد يشوفونه متأرجح ترى إسرائيل جاية ضربة رايحة قوات، يعني بهالطريقة يتواصل بهذه الطريقة ناس. وأكثر نواب سابقين ما وراح قاعد ياخذون رواتب من الحكومة العراقية حاليا. هسه انا اقول انا هاي الشخصيات انا ادعو الاخوة البرلمانيين ياخذون رواتب، ادعو من خلال شاشتكم الكريمة الاخوة في مجلس النواب يجب الالتفات الى هذه القضية، نائب قاعد برا وياخذ امتيازات وياخذ تقاعد ويسلط الضوء على انجازات اسرائيل وعلى القتل اللي تحدثه اسرائيل ويهدد النظام السياسي بالعراق، ايش منتظرين بيه؟ اقطع راتبه واقطع امتيازاته واسقط عنه الجنسيه العراقيه، انا ما اعرف اكو شخصيات اترفع عن ذكر اسمها، ليش ما يسقطون عني الجنسيه العراقيه وهو يكيل الاتهامات للنظام السياسي وللشخصيات السياسيه وللمرجعيه ويمجد باسرائيل، ايش منتظرين بيه ما تسقطون عنه الجنسيه العراقيه؟ ايش منتظرين بيه؟ اخواننا بمجلس النواب يا اخي يستلم راتب، يستلم امتيازات، ايش منتظرين بيه؟ هاي الاجراءات المفروض ما تتاخرون عنها اخواني، ما تتاخرون عنها. جلسه باي جلسه اصوت عليها وامنعها من الامتيازات واسقط عنها الجنسيه العراقيه وخلي يروح يرتمي باحضان اسرائيل، خلي يروح يرتمي باحضان اسرائيل ويصير صهيوني قلبا وقالبا وجنسيه. ليش هيك احنا وملتفين ويسمعونا واكو هيك وحلقات ونفسها هاي البرامج اللي 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 تمجد بالكيان الصهيوني وتنال من المقاومه وتنال من المرجعيه، بعض النواب العراقيين يروحون يقعدون بهاي البرامج وكانه انجازهم الوحيد هو انه ظهر ويا فلان ويا فلان ببرنامج ساخر. والله عيب عليكم، عيب عليكم اذا ما كنتوا تمارسون دوركم التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب، عليكم أن تستحون من هذه التصرفات.